بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله ونصلي ونسلم على سيدنا رسول الله، ثم أما بعد، فمع المجلس الخامس عشر من قراءة تفسير الكشافي للزمخشري رحمه الله، والمجلس يبدأ من الآية 27 من سورة البقرة. يقول الحق سبحانه وتعالى: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الفاسقون. هذه الآية الكريمة جاءت من بعد قوله تعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما. يقول رحمه الله: النقض الفسخ وفك التركيب. النقض شيء كان موجودا متفقا عليه ثم فسخ بعد ذلك. فإن قلت: من أين ساغ استعمال النقض في إبطال العهد؟ لماذا هذا السؤال؟ لأن النقض في اللغة العربية لا يطلق إلا في المعاني الحسية. يعني إيه المعاني الحسية؟ يعني أكون قد عقدت حبلا ثم نقضت هذه العقدة، أو غزلت غزلا ثم نقضت هذا الغزل. فهذا معروف في العربية أنه يطلق في المعاني الحسية، لكنه هنا وقع على شيء معنوي وهو العهد، فيكون في الكلام استعارة تبعية أو استعارة مكنية. شبه العهد بالحبل المعقود، ثم شبه فك هذا العهد بفك ماذا؟ بنقض هذا الحبل أو هذه العقدة. يقصد أن القرآن بذلك حول المعنى من العقل إلى الحس ليكون أكثر بياناً وأكثر تصويراً. فهذا قوله: فإن قلت: من أين ساغ استعمال النقض في إبطال العهد؟ قلت: من حيث تسميتهم العهد بالحبل على سبيل الاستعارة لما فيه من ثبات الوصلة، الوصلة إلى الاتصال المعنوي بين المتعاهدين. ومنه قول ابن التيهان في يوم بيعة العقبة: يا رسول الله، إن بيننا وبين القوم حبالا ونحن قاطعوها، فنخشى إن الله عز وجل أعزك وأظهرك أن ترجع إلى قومك. وكان ابن التيهان هذا رضي الله عنه من أهل المدينة، فيريد أن يؤكد على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يعود إلى مكة. وهذا من أسرار البلاغة، أي هذا الاستعمال، استعمال الاستعارة، من أسرار البلاغة ولطائفها أن يسكتوا عن ذكر الشيء المستعار، قصد الاستعارة المكنية، لأن المشبه به غير موجود، اللي هو التشبيه العهد بالحبل، فالحبل غير مذكور، ولكن صفة من صفات الحبل وهو النقض هي الإيه؟ الموجودة. فقال: ثم لم يرمزوا إليه بذكر شيء من روادفه، فينبه بتلك الرمزة على مكانه. ونحوه قولك: شجاع يفترس أقرانه، لأن الافتراس لا يكون إلا في السباع، قصد شجاع يشبه الأسد، ولكنه حذف الأسد وترك شيئا من صفاته اللي هو إيه؟ الافتراس، اللي هو يفترس. وعالم يغترف منه الناس، لأن الاغتراف لا يكون إلا من الماء والبحر، فشبه العالم بالإيه؟ بالبحر. فكأن أصل الكلام: عالم كالبحر يغترف منه الناس. ففي الاستعارة إيجاز، هذه واحدة، لأنه تعبير عن معنى كثير بلفظ قليل، وفيه أيضا تحويل من المعاني العقلية التي تدرك بالعقول إلى معاني حسية تذاق أو تبصر إلى آخره. وإذا تزوجت امرأة فاستوثرها،
لم تقل هذا إلا وقد نبهت، يعني إذا تزوجت امرأة فاستوثرها، لأن الاستيثار لا يكون إلا في الفرش، الفراش، فهو الذي يوصف بأنه فراش إيه؟ وثير. وثير يعني لين ناعم. لم تقل هذا إلا وقد نبهت على الشجاع والعالم بأنهما أسد وبحر، وعلى المرأة بأنها فراش. والعهد، انتقل إلى كلمة العهد، الموثق، وعهد إليه في كذا إذا وصاه به ووثقه عليه واستعهد منه إذا اشترط عليه واستوثق منه. والمراد بهؤلاء الناقضين، طبعا هذا الكلام فيه تشنيع كبير على المنافقين، لأنهم نقضوا العهد مع الله، إذ آمنوا بألسنتهم ولم تؤمن قلوبهم، ونقضوا العهد. فعشان كده القرآن بإيه؟ بيجسد المعاني. والعهد الموثق، وعهد إليه في كذا إذا وصاه به ووثقه عليه واستعهد منه إذا اشترط عليه واستوثق منه. والمراد بهؤلاء الناقضين لعهد الله أحبار اليهود المتعنتون، أو منافقوهم، أو الكفار جميعا. وهذا أيضا من إيجاز القرآن البالغ إذ عبر بالاسم الموصول، يعني هنا بيشير لماذا قال الذين ينقضون عهد الله، وهذا يعني شيء واحد، الاسم الموصول وسلته كالشيء الواحد. وكان يمكن أن يقول والمنافقون، ولكنه أراد هذا التعبير بالاسم الموصول حتى يشمل كل هؤلاء الإيه؟ حتى يشمل كل هؤلاء الأنواع. وهذا أيضا من إيجاز القرآن البالغ. فإن قلت فما المراد بعهد الله، قلت ما ركز أي رسخ في عقولهم من الحجة على التوحيد، كأنه أمر وصاهم به ووثقه عليهم، وهو معنى قوله تعالى وأشهدهم على أنفسهم، أي في العهد الأول، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم، أو أخذ الميثاق عليهم بأنهم إذا بعث إليهم رسول، أي اليهود. ولهذه الاحتمالات كلها عبر بالاسم الموصول، فيشمل جميع الكفار بالنظر إلى الآية في سورة الأعراف أن الله أخذ العهد على كل بشر، فمنهم من نقض العهد ومنهم من أنعم الله عليه بالبقاء على العهد. أو يكون المراد المنافقون اليهود بدليل ما جاء بالإيه في حديثي عن اليهود وأوفي بعهدي إذا عاهدتم. ويمكن أن يكون المنافقون المراد بالذين ينقضون المنافقون بقرينة ما جاء في سورة البقرة في 13 آية. فهذه القرائن المحيطة هي التي، أو القريبة والبعيدة هي التي وجهت التعبير بالاسم الموصول، لماذا جاء التعبير بالاسم الإيه؟ الموصول. فهذا وقوف من المصنف عند يعني كلمة واحدة هي جزء من جملة الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاق. فضل الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وأصحابه الطاهرين، ورضي الله تبارك وتعالى عن شيخنا وأطال بقاءه في صحة وعافية ونفعنا والأمة به يا رب العالمين. قال المفسر رحمه الله تعالى: وأخذ الميثاق عليهم بأنهم إذا بعث رسول يصدقه الله بمعجزاته صدقوه واتبعوه ولم يكتموا ذكره فيما تقدمه من الكتب المنزلة عليهم، كقوله عز وجل: وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم، وقوله سبحانه في الإنجيل لعيسى صلى الله عليه وسلم: سأنزل عليك كتابا فيه نبأ بني إسرائيل. دعوة في القرآن: وجاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن. فهذا ميثاق أخذه الله على اليهود.
سأنزل عليك كتابا فيه نبأ بني إسرائيل وما أريته إياهم من الآيات وما أنعمت عليهم وما نقضوا من ميثاقهم الذي واثقوا به وما ضيعوا من عهده إليهم وحسن صنعه للذين قاموا بميثاق الله تعالى وأوفوا بعهده ونصره إياهم وكيف أنزل بأسه ونقمته بالذين غدروا ونقضوا ميثاقهم ولم يوفوا بعهده لأن اليهود فعلوا باسم عيسى ما فعلوا باسم سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من التحريف والجحود. يعني حرفوا أيضا اليهود حرفوا في سيدنا عيسى من حيث اسمه ومهمته وكل شيء كما حرفوا في سيدنا إيه؟ محمد. لأنهما عليهما السلام مذكوران في التوراة التي لم تحرف وكفروا به كما كفروا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقيل وأخذ الله العهد عليهم ألا يسفكوا دماءهم ولا يبغي بعضهم على بعض ولا يقطعوا أرحامهم. عقل الشيخ كيف يفكر؟ ينظر إلى كل القرآن المتعلق بالموضوع فيأتي الذين ينقضون العهد فينظر من الذي أخذ الله عليه عهدا وما نوع هذا العهد. فنوع هذا العهد منه ما أخذ على اليهود إنهم إذا جاءهم رسول يؤمنون به ولا يصدقون فنقضوا العهد. ويمكن أن يكون أيضا لا تسفكون دماء وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تسفكون دماءكم. فانظروا كيف كان يفكر أسلافنا في فهم معاني الإيه؟ لابد أن يجمع السياق كله في القرآن الكريم لا ينظر إلى الآية بعيدا عما ورد في الإيه؟ السياق. فهذا منهج لأنك إن نظرت إلى الآية وحدها دون أن تنظر إلى سياقات ذلك في القرآن الكريم بترت المعاني وأفسدتها ولم تعرف أسرار كلام الله. قال المفسر رحمه الله تعالى وقيل عهد الله إلى خلقه ثلاثة عهود: العهد الأول الذي أخذه على جميع ذرية سيدنا آدم الإقرار بربوبيته تعالى وهو قوله تعالى وإذ أخذ ربك، وعهد خص به النبيين أن يبلغوا الرسالة ويقيموا الدين ولا يتفرقوا فيه وهو قوله تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم، وعهد خص به العلماء وهو قوله سبحانه وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، والضمير في ميثاقه للعهد لأنه قال الذين ينقضون عهد الله من بعد إيه؟ ميثاقه بل ها تعود على العهد، وهو ما وثقوا به عهد الله من قبوله وإلزامه أنفسهم. ويجوز أن يكون بمعنى توثقته كما أن الميعاد والميلاد بمعنى الوعد والولادة، ويجوز أن يرجع الضمير إلى الله سبحانه وتعالى أي من بعد توثيقته عليهم. يعني كل المعنى من بعد توثيقته أو من بعد توثيقه. نعم. أو من بعد ما وثق به عهده من آياته وكتبه وإنذار رسله، ومعنى قطعهم ما أمر الله به أن يوصل أي قطعهم الأرحام وموالاة المؤمنين، وقيل قطعهم ما بين الأنبياء من الوصلة والاتحاد والاجتماع على الحق في إيمانهم ببعض. كل ذلك أنبأ عنه القرآن الكريم، فالذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا إيه؟ أرحاما. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. فيحتمل أن يكون المراد هذا، وقد وقع هذا في اليهود إذ قطعوا الأرحام فيما بينهم، ويحتمل أنهم قطعوا الأرحام التي بين الأنبياء. لماذا؟ لأن سيدنا رسول الله قال الأنبياء إخوة لعلات، يعني إخوة من أب، يعني استعارة تمثيلية. فالأنبياء يشبه في علاقة بعضهم ببعض الإخوة إيه؟ لأن الدين واحد. ألا إن الدين عند الله إيه؟ إسلام. وأمهاتهم شتى، أي الشرائع التي أتوا بها هي التي فيها اختلاف. لماذا؟ لأن الشرائع لتنظيم حياة الناس، وحياة الناس تطورت من زمن إلى إيه؟ زمن إلى زمن، إلى أن استقر البشر
فجاءت شريعة الإسلام الشاملة الكاملة التي تلائم كل زمان ومكان. فالذي يفرق بين الأنبياء أن يؤمن ببعضهم ويكفر إيه؟ ببعض فكأنه قطع الإيه؟ ميثاق. قطع الأرحام، أي الميثاق الذي عليه الأنبياء جميعاً، اللي هي الأنبياء إخوة لعلات. وقيل قطعهم ما بين الأنبياء من الوصلة والاتحاد والاجتماع على الحق في إيمانهم ببعض وكفرهم ببعض. فإن قلت ما الأمر؟ قلت طلب الفعل ممن هو دونك وبعثه عليه، اللي هو يفسر قوله تعالى ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. وبه سمي الأمر الذي هو واحد الأمور، لأن الداعي الذي يدعو إليه من يتولاه شبه بأمر بآمر يأمره به. فقيل له أمر تسمية أمر تسمية للمفعول به بالمصدر. كأن معناها إيه؟ الأمر أي المأمور به. كأنه مقام المصدر مقام المفعول به. كأنه تسمية كأن تقول رجل عدل، فالمصدر هنا سمي به اسم الفاعل، وهذا يكون أبلغ، لأن عادل فعل مرتبط بوقته، أما عدل فوصف ثابت. فإذا أردت المبالغة تقول رجل إيه؟ عدل، يعني العدل كله عنده بغض الزمان، بغض النظر عن تقلب الزمان، لأن المصدر مش مرتبط بزمن. نعم. قال رحمه الله كأنه مأمور به كما قيل له شأن، والشأن الطلب والقصد، يقال شأنت شأنه أي قصدت قصده. هم لأنه مستبدل النقض بالوفاء والقطع بالوصل والفساد بالصلاح وعقابها بثوابها. يبقى معناه كأنه يبين قوله تعالى أولئك هم، فلماذا أكد؟ كان ممكن يقول أولئك الخاسرون، لأولئك هم، حتى يؤكد أن هذا الخسران التام. طب التأكيد جه منين؟ أن المبتدأ معرفة وأن الخبر معرفة، يعني شيء ثابت. لأن لو أن الخبر فعل يبقى معناه ارتباط وقتي في الخسران، يعني يخسرون في وقت دون إيه؟ وقت. لكن أولئك شأنهم الخسران الثابت الدائم، فلماذا هذا الحكم الكبير؟ قال لأن أعمالهم أعمال كبيرة، نقضوا عهد الله من بعد إيه؟ وقطعوا ما أمر الله به أن يوصل. فتلحظ شيئا عجيبا، وكأن الزمخشري بيجاوب عن سؤال ما وردش في أذهانكم، يقول لك أنت ما سألتش نفسك لماذا قال ينقضون ويقطعون في العمل، يعني عبر في جهة العمل والجرائم اللي ارتكبوها بالإيه؟ بالفعل. وثم عبر عن الجزاء والنتيجة بالإيه؟ بالاسم. يعني معناه أنت ليه ما سألتش السؤال وقلت كما قيل الذين ينقضون عهد الله بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسد، ويشوف كله بالفعل إزاي؟ لماذا لم يكن الكلام أولئك يخسرون؟ لأنه لا يريد لك، لا يريد أن يرتبط الخسران بزمن الفعل، ينقضون يفسدون، لكن يريد أن يقول لا، لأن دول هم مخلوقين كده، مخلوقين أهل خسران دون ارتباط بإحداث ما إيه؟ بإحداث ما أحدثوا. فأفاد الكلام التوكيد. لأن يعرف مبتدأ على طول، وهم ضمير فصل لا محل له من الإعراب، الخاسرون خبر مبتدأ، لأنه الكلام أولئك الخاسرون، فأولئك مبتدأ والخاسرون خبر، وهم ضمير اسمه ضمير فصل لأنه فصل بين المبتدأ والخبر، فلا محل له من الإعراب، يعني ما بياخدش حكم إعراب، بيبقى مبني لا محل له من الإعراب. وهكذا كل نمط من هذا القلم. نعم. قال الله تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون.
هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. قال المفسر رحمه الله تعالى: معنى الهمزة التي في كيف مثل فين الهمزة اللي في كيف؟ يعني ما تدي معنى بس لا خليك بس اقرأ فين الهمزة هنا. مثاله في قولك أتكفرون بالله. أصل هنا بيكلمك إن الكلام اللي أنت شايفه ده مش جملة واحدة، ده إيه؟ ده أكتر من جملة. إنك تقول كيف، يعني كيف ينقضون عنه وكيف يقطعون ما أمر الله. يعني إن كيف ده استفهام تعجبي من هذه التصرفات. وقف ثم استأنف الكلام أتكفرون بالله، وحذفت الهمزة لأن المعنى يؤدي إيه؟ يؤدي له. ولو أظهر لك الهمزة مش هيبقى الكلام منسجم، هيبقى أداة استفهام وبعدها أداة استفهام ظاهرة. فلما أظهر الأولى دل على حذف الثانية، وأصل الكلام في غير القرآن كيف أتكفرون بالله وكنتم أمواتا. ده الدليل العقلي، أنتم لم يكن لكم وجود أساسا في هذه الدنيا، كنتم في العدم ثم خلقكم الله، فتكفرون بمن خلقكم ومن أحياكم. لا ينسجم هذا أبدا مع الدليل العقلي. يبقى دي معنى الايه؟ ادي يقولك معنى الهمزة التي في كيف. مثاله في قولك أتكفرون بالله ومعكم ما يصرفكم عن الكفر ويدعو إلى الإيمان، وهو الإنكار والتعجب والتعجيب. ونظيره قولك أصل ليه التعجيب يا جماعة؟ لأن المتكلم بالكلام هو الله، فما ينفعش تقول تعجب. أصل التعجب ده اندهاش بالشيء، فهل الذات العلية يجوز أن تقول اندهشت بالشيء؟ فخد بالك من كلام العلماء، يعني ايه واحدة يعني يختلف الكلام. ففرق انك تقول كيف هنا استفهام للتعجيب وللتعجب. للتعجيب يعني بيعجب غيره، فالله يعجبنا من افعاله، يبقى ده ماشي الكلام. لكن الله يعجب من افعاله ما يمشيش الكلام، لانك لماذا تتعجب من الشيء؟ تندهش من عدم وجود الاسباب المؤدية لهذا، فهذا لا يليق بالذات العالية. فعشان كده قال الإنكار والإيه؟ وهنا خطأ، خطأ كبير. هو دي الفرق بين الطبعات. عشان كده بنقول الكتب بيقرأها العلماء، لأن ما يقرأها العلماء يبقى عارف إيه اللي وراء الكلام. أدي الكتاب فيه الإنكار والتعجب، لكن هنا الإنكار والإيه؟ والتعجيب. نعم. ونظيره قولك أتطير بغير جناح، وكيف تطير بغير جناح؟ يعني حينما ترى واحدا يقول لك سأطير الآن، تقول يا رب هل عندك جناح حتى تطير؟ أتطير بغير جناح؟ ده بيشرح لك معنى التعجيب. فإن قلت قولك أتطير بغير جناح إنكار للطيران، لأنه مستحيل بغير جناح. وأما الكفر فغير مستحيل مع ما ذكر من الإماتة والإحياء. الآن الكفر كثير. قلت قد أخرج في صورة المستحيل. لأنه تعجب لي إن يستحيل على من كان ميتا فأحياه الله أن يكفر بالله الذي أحياه. هذا العقل يقول كده، يستحيل أن يكفر، لكن هو بيكفر. لما قوي من الصارف عن الكفر والداعي إلى الإيمان. فإن قلت فقد تبين أمر الهمزة وأنها لإنكار الفعل والإيذان باستحالته في نفسه أو لقوة الصارف عنه، فما تقول في كيف حيث كان إنكارا للحال التي يقع عليها كفرهم؟ قلت حال الشيء تابعة لذاته، فإذا امتنع ثبوت الذات تبعه امتناع ثبوت الحال. هو بيتكلم في إيه؟ في الدلالات الأصلية لأدوات الاستفهام، إن الهمزة بيسأل بها عن الذوات اللي بيقولوا عليها العلماء الهمزة لطلب التصور. فالتصور سؤال عن ذوات، أما كيف فلسؤال عن الحال. فهنا اجتمع أمران، فالهمزة يستفهم بها ويتعجب من الذات اللي هو الإيه؟ من الكافر، ممن كفر.
لكن كيف تعجب من حالهم فكيف يجتمعان؟ قال المفسر رحمه الله تعالى: فكان إنكار حال الكفر لأنها تبيع ذات الكفر، ورديفها إنكارا لذات الكفر وثباتها، أو لأن كل واحد حاله تابع له، لأننا لنا أحوالا. فأنا حينما أقول أنت يعني جئت راكبا، مش راكبا دي حال جزء منك، أدي معنى أن الحال تابع للذات، ما فيش حال يوجد لوحده، ولكن الأحوال تابعة للذوات. دخل محمد آكلا، يبقى الأكل ده حالته في الأكل تابعة إيه؟ لمحمد. فهذه معنى كلامه أن ده شيء مش ليس شيئا مستغربا أن يجتمع سؤال عن ذات وسؤال عن حال، لأن الحال تابعة للإيه؟ للذات. قال رحمه الله: وذلك أقوى لإنكار الكفر وأبلغ، وتحريره أنه إذا أنكر أن يكون لكفرهم حال يوجد عليها، وقد علم أن كل موجود لا ينفك عن حال وصفة عند وجوده. صحيح، كل واحد فينا له أحوال والليل، ومحال أن يوجد بغير صفة من الصفات كان إنكارا لوجوده على الطريق البرهاني. والواو في قوله: وكنتم أمواتا للحال، فإن قلت حاليا، فإن قلت فكيف صح أن يكون حالا وهو ماض؟ لأن الحال بيبقى مرتبط بالوقت، ولا يقال جئت وقام الأمير، ولكن وقد قام إلا أن يضمر قد. قلت: لم تدخل الواو على كنتم أمواتا وحده، ولكن على جملة قوله: كنتم أمواتا إلى ترجعون، كأنه قيل: كيف تكفرون بالله وقصتكم هذه، وحالكم أنكم كنتم أمواتا نطفا في أصلاب آبائكم، فجعلكم أحياء ثم يميتكم بعد هذه الحياة، ثم يحييكم بعد الموت، ثم يحاسبكم. يعني هو يجيب عن إيه؟ يقول لك: ينفع أن يكون الحال فعلا ماضيا بشرط أن تدخل عليه قد. طب ليه قد ما دخلتش هنا؟ قال لك: ما وصل الحال هنا مش فعل، الحال إيه؟ جملة، فلم تحتاج إلى ما احتاج إليه الفعل. قال المفسر رحمه الله: فإن قلت: بعض القصة ماض وبعضها مستقبل، والماضي والمستقبل كلاهما لا يصح أن يقعا حالا حتى يكون فعلا حاضرا وقت وجود ما هو حال عنه. شوف الكلام، سؤال صعب جدا. خد بالك، وكنتم أمواتا ده إيه؟ ماضي. فأحياكم ده يكون إيه؟ مستقبل. مستقبل وأحياكم باعتبار إن ده مرتب أوقات بعد هذا، فكيف اجتمعان؟ المفترض إن القصة بتكون أحداثها كلها حدثت فين؟ في الماضي. في الماضي، ما دام أردت أن تقول الحال هنا قصة، فلماذا وقع هذا الكلام؟ قال رحمه الله: فما الحاضر الذي وقع حالا؟ قلت: هو العلم بالقصة، كأنه قيل: كيف يعني القصة دي كلها علمت بتنزيل القرآن، كأنه قيل: كيف تكفرون وأنتم عالمون بهذه القصة بأولها وآخرها؟ فإن قلت: فقد آل المعنى إلى قولك: على أي حال تكفرون وأنتم عالمون بهذه القصة، فما وجه صحته؟ قلت: قد ذكرنا أن معنى الاستفهام في كيف الإنكار، يعني مش استفهام حقيقي، لأن السائل مين يا جماعة؟ الله سبحانه وتعالى. فالله لا يسألك ليعلم الإجابة، حاشا لله، فهو بكل شيء عليم. ولكن السؤال خرج عن المعنى الحقيقي لمعنى المجاز، وهو الإنكار. وإن إنكار الحال متضمن لإنكار الذات على سبيل الكناية، فكأنه قيل: ما أعجب كفركم مع علمكم بحالكم هذه. يبقى المعنى العام هنا إيه؟ كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم قياسا على الماضي، الماضي أنكم كنتم موتا فأحياكم،
وأنه سيميتكم ثم إيه؟ يحييكم. يبقى فيه اسم الدليل البرهاني أن الخلق الأول دليل على الخلق الإيه؟ الثاني، وأن الإماتة الأولى دليل على الإماتة الثانية. فكما كان هناك عدم ثم حصلت حياة، سيكون هناك عدم ثم تحصل إيه؟ لأنه يريد أن يثبت قصة البعث. فإن قلت إن اتصل علمهم بأنهم كانوا أمواتاً فأحياهم ثم يميتهم، فلم يتصل بالإحياء الثاني والرجوع، أنه البعث يعني، قلت قد تمكنوا من العلم بهما بالدلائل الموصلة إليه، فكان ذلك بمنزلة حصول العلم. يعني معناه إيه؟ معناه إحنا خلاص نحن صدقنا أننا كنا عدماً فأحييتنا، ولكن من يقول إننا سنموت ونحيا مرة أخرى؟ نحن لم نجرب هذا حتى نصدقه. يقول لهم لا، أنتم عندكم من الدلائل والبراهين يجب ما يجعلكم تصدقون هذا بالدلائل والبراهين الإيه؟ العقلية. فلذلك أورد الكلام هذا المورد، لأن ما أمكن بالدليل البرهاني كان كالواقع تماما. قال رحمه الله: قلت قد تمكنوا من العلم بهما بالدلائل الموصلة إليه، فكان ذلك بمنزلة حصول العلم، وكثير منهم علموا ثم عاندوا. والأموات جمع ميت أو ميت، كالأقوال في جمع قيل. فإن قلت كيف قيل لهم أموات في حال كونهم جمادا؟ وإنما يقال ميت فيما يصح فيه الحياة من الشيء. لا شيء ولا من البناء، عندي شيء، الأشياء المبنية. قلت بل يقال ذلك لعادم الحياة، كقوله بلدة ميتة، وآية لهم الأرض الميتة، وأموات غير أحياء. ويجوز أن يكون استعارة لاجتماعهما في أن لا روح ولا إحساس. فإن قلت ما المراد بالإحياء الثاني؟ قلت يجوز أن لا قبل الكلام ده الأول هنقف وقفة صغيرة. السؤال هو فإن قلت كيف قيل لهم أموات وكنتم إيه؟ أمواتا فأحيا. أموات دي جمع إيه؟ ميت. جمع ميت، ميت وليس جمع إيه؟ ميت. جمع ميت إيه؟ ميتون. ميتون. إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم بعد ذلك يوم القيامة. فانتبهوا لهذا، يبقى في فرق بين دلالة الصغتين. فالميت لمن لم يكن جمادا، والميت لمن كان جمادا. وعشان كده سؤاله فإن قلت كيف قيل لهم أموات في حال كونهم جمادا؟ ما هو جماد إيه؟ يعني لطف في أصلاب آبائهم، فكأنهم كالجماد، لأن الحي هو من يتحرك إيه؟ بنفسه. صح. وإنما يقال ميت فيما يصح فيه الحياة من البناء، يعني المخلوقات لها بناء هي اللي يقال عنها إيه؟ ميت. ميت. قلت بل يقال ذلك لعادم الحياة أيضا، يعني يقال هذا للعدم، بمعنى كنتم أمواتا يعني كنتم إيه؟ عدما. طب دليل كده إيه؟ القرآن نفسه قال بلدة إيه؟ ميت. ميتا يعني عدما. فأدي البلدة جماد ولا مش جماد؟ جماد. ميتا. فهنا قال أمواتا جمع ميت، قياسا على هذا. وآية لهم الأرض الإيه؟ الميتة. أموات غير أحياء. ويجوز أن يكون استعارة لاجتماعهما. إن شبه الميت بالميت، أو شبه الميت بالميت، أو استعار الميت للإيه؟ الميت. للميت. ليه؟ لأن الميت لما فيه روح. ليه؟ لأن في وجه شبه، إن دي ما فيهوش إحساس ولا روح. الميت أي الجماد والعدم لا إحساس ولا روح، والميت أيضا لا إحساس ولا إيه؟ روح. ولا روح. فأنت مش عاجبك دي خد دي. طب ما حدش هيسأل السؤال ده، ولكن هو الزمخشري بس اللي يسأله. ولو رجعت لكل كتب التفاسير مش هتلاقي مفسر سأل هذا السؤال، لأن ده من الأشياء الدقيقة جدا في دلالات هذه اللغة.
أن الميت يطلق على من كان يطلق على من كان جمادا، والميت يطلق على من كانت فيه روح ثم مات. فدي الفرق بين الاثنين. قال رحمه الله: فإن قلت ما المراد بالإحياء الثاني؟ أيوة. قلت: يجوز أن يراد به الإحياء في القبر وبالرجوع النشور، وأن يراد به النشور وبالرجوع المصير إلى الجزاء. فإن ليه بقى؟ ليه قال الكلام ده؟ كمل الآية كده: وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هيقول لك ما هي الرجوع معروف اللي هو البعث، مش كده؟ طب ثم يحييكم ما هو البعث؟ فأنت لما تقرأ القرآن هتتوهم إن القرآن بيكرر تكرار. ما هو كنتم أمواتا فأحياكم، ليه الحال اللي أنتم فيها دي؟ ثم يميتكم أي بعد طول أعمالكم، ثم يحييكم ببدل إيه؟ البعث. فكان كفاية كده، لكن لما قال ثم إليه ترجعون فاستدل الزمخشري بذلك إن الوسطانية دي الحياة البرزخية اللي في القبر عشان تكون غير وإليه إيه؟ ترجعون. يبقى كأن المعنى يبقى في غير القرآن: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا ثم أحياكم ثم إيه؟ يميتكم ثم إيه؟ يحييكم في القبور ثم يرجعكم إليه يوم النشور للحساب. فبقرينة السياق فسر الإحياء الرابع بأنه إحياء فين؟ في القبور، لأنه ختم بقوله ثم إليه ترجعون. فيبقى دول حياتين ولا حياة واحدة بعد ما نموت؟ حياتان أم حياة واحدة؟ حياتان، حياة في القبر وحياة إيه؟ النشور. طب وده ليه بقى قال الكلام ده الزمخشري؟ لأنه هو اجتمع اللفظين: ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. طب حتى إن ممكن ده يبقى المراد بالحياة الرابعة دي اللي هي حياة القبور إيه؟ ما جاء في سورة غافر: النار يعرضون عليها، يعني في حياة في القبور وفي عذاب في القبور وفيه نعيم في القبور. فشوف العلماء ازاي بيستخرجوا الدلالات ويستنبطوها، علمهم على كل شيء في كتاب الله. وضحت يا جماعة؟ لأن أنا ممكن أسألك أقول لك إيه؟ كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، ولا إحنا عارفين إن إحنا كنا عدم وبعدين اتخلقنا، ثم يميتكم عارفين إن إحنا كلنا هنموت ونؤمن ذلك، مش حد في الوجود ده بينكر هذا، حتى الكفار ما ينكرش إنه إيه؟ لكن التانية دي اللي فيها المشاكل اللي هي الايه؟ الإحياء الثاني. طب الإحياء الثاني ده هيبقى نمط واحد ولا حياتان بقى حياة بعد حياة؟ لأنه قال ثم إليه إيه؟ ترجعون. لا ده حياتين، لما ندخل القبر إما نعيم وإما إيه؟ عذاب، إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة. طب وهيبقى في إيه؟ يبقى لازم يبقى في حياة، ما دام إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة والعياذ بالله من حفر النار، يبقى في حياة ولا مفيش؟ في. لأن إيه اللي يعطيك إنك تعرف إن دي روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار؟ حياة. إنك تكون حي. إحساس. وهتكون حتى تحس هذا. يبقى دي اسمها حياة القبور. ثم إليه ترجعون حياة النشور. عشان كده القرآن عبر عن حياة النشور قال: وكذلك النشور، وقال: وكذلك تخرجون، يعني من القبور. بمعنى أن في حياة فين؟ في القبور. قال المفسر رحمه الله: فإن قلت لما كان العطف الأول بالفاء والإعقاب بثم. أيوة. قلت: لأن الإحياء الأول قد تعقب الموت بغير تراخ، وأما الموت فقد تراخى عن الإحياء. أيوة. والإحياء الثاني هنا بيفرق بين دلالات حروف العطف. الفاء دي سرعة، يعني بنقول عليها الفاء الصاروخية اللي بتدل إن مفيش زمن فاصل بين الفعلين، دخل محمد فعلي يبقى وراه مباشرة، لكن دخل محمد ثم علي بعد منه بإيه؟ فترة، بعد منه بقليل. فهو بيطرح هنا سؤال:
يمكن أنت مش واخد بالك منه، أنت تقرأ القرآن. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم. لأن النطفة حينما تتحرك من صلب الرجل وتقذف في رحم المرأة بيعقبها الحياة على طول. ومن هنا هنلاقي السادة الفقهاء يختلفوا، هل يجوز الإجهاض بمجرد استقرار النطفة في الرحم ولا لا يجوز، ولا إيه بالضبط؟ وأغلب الفقهاء مجمعون على أن الأحوط شرعا أنه لا يجوز الإجهاض بمجرد استقرار النطفة في الإيه؟ عشان الآية دي، وكنتم أمواتا في إيه؟ لأنه كان جماد، كان نطفة تحرك وراح استقر في الرحم، بقى في إيه؟ في حياة. فكأنهم يقولون من خلال هذه الآية إن الحياة تدب في النطفة بمجرد ما تحرم إيه؟ بمجرد ما تلقى. وده سبق علمي، لأن بالفعل لما تقدم الطب وبقى يكبروا هذه المسألة ملايين المرات، تشوف بقى الحيوانات المنوية إن في القذفة الواحدة يمكن حوالي 5 مليون حيوان نووي. وبعدين تشوفهم حضرتك بقى في الصورة هم مكبرينهم عاملين كده زي الايه، زي ابو دنيبة كده بالديل، وبيجروا وفي سباق شديد جدا 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 عشان اللي يلحق يلقح يلقح الايه. طب واللي بيتحرك ده وبيجري، يبقى في حياه ولا ما فيهوش حياه؟ فبمجرد ان القذفه تكون في الرحم بتحصل الحياه مباشره، والعلم والطب الحديث ولا اكتشف هذه الايه المساله، لان كل الحيوانات المنويه تتسابق، وطبعا اللي بيموت في الطريق وكذا كذا هو اللي بايه. فكان ربنا سبحانه وتعالى بيخلقك احسن خلق من اول الامر. ليه؟ لانه بيخرجك من اقوى الحيوانات المنويه ويعمل لك عمليه السباق المليوني التي تتم والكل يتسابق، فمن اقواهم صحه واقواهم عافيه تخلق انت ايه منه. تخلق انت منه. يبقى اذا دي بقى فيها مسافه في الوقت؟ ما فيهاش مسافه، لان عمليه التلقيح بتتم في وقت قليل. فعشان كده راح قال لك ليه بقى، اهو الزمخشري اللي بيسال السؤال ويقول لك ليه، قال فاحياكم في الاولانيه بسرعه، لكن في الثانيه قال ايه، ثم ايه يميتكم. ثم يميتكم، عشان هتقعد بقى سنين زي ما ربنا كاتب لك في الاجل، وبعدين هتقعد بقى في حياة القبر ايه، ثم يميتكم ثم يحييكم في القبر حياة طويلة، ثم إليه ده في الآخرة. لا طبعا هي دي مسألة مفصلة جدا في الفتوى. طبعا إجماع الفقهاء على يعني على حالة واحدة، تحريم الإجهاض في حال تخلق الجنين، وطبعا تخلق الجنين بعد 120 يوم، ده إجماع من الفقهاء. أما إذا كانت هناك حالات تيقن منها أو الجنين مات أو غيره، دي مسألة أخرى، ولذلك كل فتوى تعرض بحالتها. وهناك إجماع على جواز ذلك أيضا بقيود قبل هذه المرحلة. فدي كلام السادة الفقهاء. قال المفسر رحمه الله تعالى: فإن قلت طيب. ما احنا الأخت بتقول إزاي جماد مع هذه الحركة، ما خلاص أهو، ما عشان كده ربنا بيقول إيه، وكنتم أمواتا فأحياكم. يعني مجرد ما النطفة بتتحرك من صلب الرجل وتقذف في رحم المرأة بتحصل الحياة مباشرة، عشان كده بيجري هذا السباق، عشان كده جت الفاء، إن ما في زمن بين قذف النطفة والحياة التي تبث فيها حتى تحصل الحركة اللي احنا بنقول لحضراتكم إيه عليها، اللي لما تشوفوها تشوف الذي أحسن كل شيء خلقه سبحانه وتعالى. فشوف بقى، يعني أنت بتبقى يعني واحد من 800 مليون ما قدروش يوصلوا للبويضة، لكن أنت الوحيد اللي بيكون إيه؟ وصل. فيخلقك الله أحسن خلق.
يعني الفرقه دي كده ما احنا بنقول هم ما دي حياه ما دي حياه ما هي حركه النطفه دي الحياه لكن قبل الحركه هو مستقر في الصلب ما كانش في حركه كان ميتا بمجرد هذه الحركه صار في حياه فعشان كده جاءت الفاء. قال المفسر رحمه الله تعالى: والإحياء الثاني كذلك متراخ عن الموت. إن أريد به النشور تراخيا ظاهرا، وإن أريد به إحياء القبر فمنه يكتسب العلم بتراخيه. والرجوع إلى الجزاء أيضا متراخ عن النشور. فإن قلت: من أين أنكر جتم ولا أنكر 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 اجتماع الكفر مع القصة التي ذكرها الله سبحانه؟ يعني من أي وجه ليه ربنا سبحانه وتعالى بيعجبنا من الكفر مع هذا الإعجاز والدليل البرهاني؟ جه منين؟ لأنها مشتملة على آيات بينات تصرفهم عن الكفر. أم على نعم جسام حقها أن تشكر ولا تكفر؟ قلت: يحتمل الأمرين جميعا. يحتمل أن ده كثرة النعم توجب الشكر للكفر، وقوة الدليل توجب الإيمان للكفر، فمن الجهتين، من جهة قوة الدليل ومن جهة كثرة الإيه النعمة. ومن جهة عظم النعمة وكثرتها، لأن ما عدده آيات وهي مع كونها آيات من أعظم النعم. نعم. في قوله سبحانه: لكم، أي لأجلكم. ببدأ في الآية الثانية: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. يا سلام، شوف امتنان ربنا على العباد. يعني يا بني آدم، ده أنا خلقت لك السماء تظلك، وخلقت لك الأرض تقلك، ولم أجعل السماء بعمد منظورة، لكن فيه عمد، لكن أنت إيه؟ لا ترى. أنت لا تراه، لأنك لو رأيتها مش هتعرف تمشي. شوف السقف قد إيه، كم عمود. طب لو السماء دي بقى محتاجة عمدان ظاهرة، يبقى كيف يتحرك الناس في الحياة؟ لكن هناك عمد، اللي هو قانون الجاذبية، إن الله يمسك السماوات والأرض أن إيه؟ تزول. أن تزول. فأنت الأرض بتتحرك بيك، لكن هل تشعر بهذه الحركة؟ لأنك لو بتشعر ممكن يكون حركتك ضد مشي الأرض. فأنت لو في سير الآن بيتحرك، هل تستطيع أن تقف على السير وأن تمشي ضد الاتجاه، ولا لازم تمشي بالاتجاه؟ مع الاتجاه. لازم تمشي على الاتجاه. فهذه الأرض تتحرك في اتجاهات أنت ما تعرفهاش، ولكن بقانون الجاذبية أنت تحس أنها ثابتة، لكن هي في الحقيقة إيه؟ يقينا تتحرك، بدليل إيه؟ تكوير الليل على النهار، وتكوير النهار على الإيه؟ على الليل. أنا عامل لك الكلام ده كله، عملت لك أرض سمع كلامك والذي جعلك من أرض زلولة، عملت لك بحر تعمل سفينة وتركبه ما يقول لكش لا، ولو ألقيت حصى صغيرة هتغرق في البحر، لكن تعمل سفينة كبيرة مش هتغرق، أنا الذي سخرت لك هذا. كذلك أيضا هذا الهواء، لو ألقيت حصى ستسقط، ولكن اصنع طائرة وركب فيها. الآن بقى فيه طائرات عملاقة اللي هي طابقين، يعني دورين فوق بعضهم، والطائرة دي بتبقى يعني عشرات الأطنان من الكيلوات، ومع ذلك بتطير فين؟ أنا الذي سخرت لك هذا، سخرت لك الجو، وسخرت لك البر، وسخرت لك البحر، أنا الذي سخرت لك كل هذا. محدش خرق في كون ربنا وقال لأ، ده حد تاني غيرك اللي سخر يا رب. فكان هذا دليلا برهانيا عقليا على أن خالق هذا الكون واحد، وأن مدبر هذا الكون واحد، وعليه فلا بد أن يكون ربا واحدا. الله. يبقى من اللي يشكر؟ الله. لأنه في غيره عمل كده. فده اسمه الدليل البرهاني اللي بيأكد على الدليل اللي فات، عشان يجيب لك ليه افتتحت الآية السابقة بالإنكار والتعجيب. ازاي دول يكفروا؟ ده عايشين في نعم وكذا وكذا، وأوائل النعم أنني أنا الذي خلقته، وثاني النعم أنني الذي سخرت لهم هذا الكون. يبقى يكفروا ازاي؟ فيه عد عاقل يقول هذا؟ فعشان كده اسمه الاستفهام للإنكار والإيه؟ والتعجيل.
قال المفسر رحمه الله في تفسير قوله تعالى لكم أي لأجلكم والانتفاعكم به في دنياكم ودينكم، يعني اللب للملك. أما الانتفاع الدنيوي فظاهر، وأما الانتفاع الديني فالنظر فيه وما فيه من عجائب الصنع. أنا منتفع بده في الدنيا زي ما الكافر منتفع بهذا. طب إيه بقى إيه اللي هل ده يعتبر دليل؟ لأنه دليل يقيني يحقق الإيمان بالله. نعم. قال وأما الانتفاع الديني فالنظر فيه وما فيه من عجائب الصنع الدالة على الصانع القادر الحكيم، وما فيه من التذكير بالآخرة وبثوابها وعقابها لاشتماله على أسباب الأنس واللذة من فنون المطاعم والمشارب والفواكه والمناكح والمراكب والمناظر الحسنة البهية، وعلى أسباب الوحشة والمشقة من أنواع المكاره كالنيران والصواعق والسباع والأحناش والسموم والغموم والمخاوف. وقد استدل بقوله خلق لكم، ربنا خلق كل ده في كل، وقد استدل بقوله خلق لكم على أن الأشياء التي يصح أن ينتفع بها ولم تجري. شوف الشيخ، يا سلام، يعني بيقول لك بقى السادة الفقهاء استخرجوا قاعدة هنا أصولية، الأصل في الأشياء الإيه؟ الإباحة. ليه؟ لأن الله خلقنا لنا إيه؟ جاية بالتوكيد إزاي؟ والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فراح مطلعين منها القاعدة، لأن علومنا مستخرجة من كتابنا من القرآن الكريم، فقالوا الأصل في الأشياء الإيه؟ الإباحة، ما لم يرد نص صحيح صريح، من غير كلمة صريح ما ينفعش، فالمنع لا بد أن يكون الدليل صريحا لا يحتمل أكثر من دلالة، هذا معنى الصريح. قال رحمه الله يا وده بقى إيه؟ ودي التوسعة العظيمة، لأنك لو نظرت في المباحات لما استطعت عددها، ولو نظرت في الممنوعات لاستطعت عددها، فلو قست هذا المحظور إلى هذا المباح ليست هناك نسبة على الإطلاق، فامتحانك مقرر صغير في المحظورات بجانب الإيه؟ ومع ذلك بيسقط الناس. فشوف النعمة الكبرى، يبقى امتحاننا كله فين؟ في القليل جدا، إنما حرمه ويجيبها بأسلوب قصر، حاجات محدودة والباقي خلاص. فالمحرمات والمحظورات قليلة جدا جدا جدا، ولكن عين البشر على هذا القليل وغفلتهم عن هذا الكثير فيقعون فيما يقعون فيه. قال رحمه الله وقد استدل بقوله خلق لكم على أن الأشياء التي يصح أن ينتفع بها ولم تجري مجرى المحظورات في العقل خلقت في الأصل مباحة مطلقا لكل أحد أن يتناولها ويستنفع بها. فإن قلت هل لقول من زعم أن المعنى خلق لكم الأرض وما فيها وجه صحة؟ قلت إن أراد بالأرض الجهات السفلية دون الغبراء كما تذكر السماء وتراد به الجهات العلوية جاز ذلك. شوف برضو السؤال، ويقول لك ليه قال هو الذي خلق لكم، كان يقول الأرض جميعا وخلاص، ولكن لك ما في، وفي دي ظرف يعني في باطن الأرض، فظاهر الكلام والذي خلق لكم ما في باطن الإيه؟ الأرض جميعا. فقال اللي بيقول لك اللي فوق الغبراء وتحت الايه؟ وتحت الغبراء. فتلاقي كل ما هو فوق الغبراء اصله تحت الايه؟ تحت الغبراء. فبقى يركز على فين؟ يركز على الاصل، ويبقى الفرع تابع للايه؟ لان الفرع ياخذ حكم الاصل. مش كده ولا ايه؟ قال رحمه الله كما تذكر السماء وتراد به الجهات. لا، السؤال الثاني. فإن قلت هل لقول من زعم أن المعنى خلق لكم الأرض وما فيها وجه صحة؟ قلت إن أراد بالأرض الجهات السفلية دون الغبراء الوسط كما تذكر السماء وتراد به الجهات العلوية جاز ذلك. فإن الغبراء وما فيها واقعة في الجهات يعني السفلية. السقف ده سماء. نعم، عايز أقول لك كده، يعني كل ما فوقك إيه؟ سماء. سماء. نعم.
وجميعا نصب على الحال من الموصول الثاني. يعني صاحب الحال فين؟ الموصول الثاني الذي خلق. الذي خلق لكم ما. يبقى جميعا دي حال من ايه؟ ما. مجتمعا. والاستواء الاعتدال والاستقامة. أيوة ثم استوى. يقال استوى العود وغيره إذا قام واعتدل. ثم قيل استوى إليه كالسهم المرسل إذا قصده قصدا مستويا من غير أن يلوي على شيء. ومنه استعير قوله سبحانه ثم استوى إلى السماء، أي قصد إليها بإرادته ومشيئته بعد خلق ما في الأرض من غير أن يريد فيما بين ذلك خلق شيء آخر. والمراد بالسماء جهات العلو، كأنه قيل ثم استوى إلى فوق، والضمير فيه فسواهن ضمير مبهم. وسبع سماوات تفسيره كقولهم ربه رجلا، وقيل الضمير راجع إلى الضمير مبهم، يعني فالقصة أنه سواهن، يعني ما لهاش مرجع يعني يوضحها. وقيل الضمير راجع إلى السماء، والسماء في معنى الجنس. لأنك أصلهن جمع، فسواهن دي إيه؟ جمع. طيب لو رجعت ورا مش هتلاقي الجمع ده، هتلاقي والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء، مفيش جمع هنا. فكان الظاهر أن يقال فسواها، فليه قال فسواهن لو إنهن دي بترجع للسماء؟ يقول لك ما هي السماء اسم جنس، لأن فسرتها لك بأن كل ما عليك فهو إيه؟ فهو سماء. فما دام اسم جنس يبقى هي جمع في الحقيقة، دلالتها على الجمع إيه؟ في الحقيقة، فجاز أن تعود إليه. والسماء في معنى الجنس، وقيل جمع سماء، والوجه العربي هو الأول. ومعنى اللي هو ايه؟ انها عاد ضمير الجمع الى المفرد في الظاهر، لان اللام فيه للايه؟ لجنس السماوات. فلذلك فالجنس معناه انه تحته انواع ايه؟ انواع كثيره واعداد كثيره، فهو جمع في المعنى. يبقى معناه اسمه انتوا عارفين يا جماعه اسمه ايه؟ انه راعى المعنى، مراعاه الايه؟ مراعاه المعنى. يبقى اسمه او اسم وجه عربي، إما الحمل على المعنى وإما الحمل على اللفظ. لو حملت على اللفظ الضمير ده مبهم ملوش معاد يعود إليه، ولو حملت على المعنى يبقى الضمير ده جمع، لأن السماء اسم جنس يدل على الجمع. فدي قاعدة عربية كده، حمل اللفظ على المعنى، حمل المعنى على اللفظ أو على المعنى. نعم، لو حمل هنا على المعنى. ومعنى تسويتهن تعديل خلقهن وتقويمه وإخلاؤه من العوج والفطور وإتمام خلقهن، وهو بكل شيء عليم. فمن ثم خلقهن خلقا مستويا محكما. كأن ختم الآية تعليل وتأكيد أن علمه سبحانه وتعالى بحقائق الأشياء وبخلقها اقتضى أن تكون على هذا الحرف الضغط. قال وهو بكل شيء عليم، فمن ثم خلقهن خلقا مستويا محكما من غير تفاوت مع خلق ما في الأرض على حسب حاجات أهلها ومنافعهم ومصالحهم. فإن قلت ما فسرت به معنى الاستواء إلى السماء يناقضه ثم لإعطائه معنى التراخي والمهلة. ثم استوى إلى السماء، يعني معناه إيه؟ لا ما خدش بالك، معناه كان في إعوجاج، معناه كان في إيه؟ إعوجاج، وبعدين ربنا سواه. لكن الله يخلق خلق استواء من أول الأمر، مش بقول لك يعني كلام العلماء غير كلامنا إحنا. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، يعني خلقت لنا الحاجات كلها ما في الأرض جميعا، ثم استوى إلى السماء. فكانت السماء عوجة فيها إيه؟ عوج. فخدت وقت وأنت إله لحد ما سويتها. شفت سؤال الشيخ؟ قول بقى سؤال تاني كده عشان الجماعة ياخدوا بالهم. فإن قلت ما فسرت به معنى الاستواء إلى ما فسرت به أنت
ما فسرت به معنى الاستواء. لك انت انا ما سالتنيش ليه السؤال ده، ليه ما قلتليش انت فسرت معنى الاستواء بكذا بان ما فيهاش عوض ولا فيها نقص ولا كذا؟ فان قلت ما فسرت به معنى الاستواء الى السماء يناقضه ثم لاعطائه معنى التراخي والمهله، قلت ثم ها هنا لما بين الخلقين من التفاوت وفضل خلق السماوات على خلق الأرض. هذا تفاوت تفضيل وليس تفاوت اعوجاج، انك تعوجة ثم عملتها، ولكن اراد ان يقول يا فلان متفوق ثم فلان، فهل دي فيها تراخي ولا فيها افضلية؟ يقول لك هناك تراخي رتبي وهناك تراخي زمن. يعني ايه؟ يعني في تراخي رتبي وده مرتبط بالاحداث والوقت، ان دخل فلان ثم فلان. لكن ان اردت ان تنظر افضل قبيله بني فلان ففلان ثم، عشان اقول لك ان في فضل كبير بينهم وفتح متراخي. يا جماعه تراخي رتبه غير تراخي الايه؟ مش ثم تدل على التراخي الزمني بس، لا، تدل على التراخي الزمني في مواطن وتدل على التراخي الرتبي، عشان ينفي عن الذات العاليه حاجته الى وقت طويل ليقيم المعوج. خدت بالكم؟ لانه سبحانه كل شيء خلقه عن قول كل، صح؟ فشوف العلماء بيقف عند كل حرف بكل دقة، لأنه ينزه الذات العلية عن النقص. قلت ثم ها هنا لما بين الخلقين من التفاوت وفضل خلق السماوات على خلاص احفظها كده، ثم سواهن، ثم للتراخي الرتبي، التراخي في الرتب، يعني المسافة الطويلة بين فضل السماء وبين فضل إيه؟ لا، وليس للتراخي في الوقت الذي اقتضى التسوية. ثم ها هنا لما بين الخلقين من التفاوت وفضل خلق السماوات على خلق الأرض لا للتراخي في الوقت، كقوله ثم كان من الذين آمنوا. أيوة، على أنه لو كان لمعنى التراخي في الوقت لم يلزم ما اعترضت به. أيوة، لأن المعنى أنه حين قصد إلى السماء لم يحدث. يبقى ما دام تراخي رتبي بل اعترضت بمالوش محل. يعني كان بيقول لك اسألني أنا قلت ليه كده؟ أنت ما سألتنيش ليه؟ هو بيقول لك كده يعني. لم يحدث فيما بين ذلك أي في تضاعيف أي في تضاعيف القصد إليها خلقا آخر. فإن قلت أما يناقض هذا قوله والأرض بعد ذلك دحاها؟ ايوه، بعد دي برضو مسافه طويله. ليه بقى؟ لان هنا شوف خبر ابيض، يعني هنا بيقول ان هو بدا به، هو الذي خلق لكم ثم استوى، فمين اللي جات؟ اثنين، السماء. طيب ما في ايه ثانيه هتناقض دي؟ قال والارض بعد ذلك، يعني بعد ما خلق السماء ايه؟ دحاها. فمين اللي بعد مين؟ قريت انت كده؟ تاخد بالك وانت بتقرا القران؟ خدش بالك الراجل اللي بقاله ما يقرب من 1000 سنة سأل هذا السؤال، عشان تعرفوا ان قراءة التدبر هي التي توقنك بكلام الله العلي العلام. قول يا عم، قال السؤال اللي سأل. قلت لا، لأن جرم الأرض تقدم. جرم الأرض، هي الأرض مجرمة، إحنا المجرمين. لأن جرم الأرض تقدم خلقه خلق السماء، واما دحوها فمتاخر. وعن الحسن رحمه يعني الله، يعني برضه هو فيه تكلف شويه. خلق الله الارض في موضع بيت المقدس كهيئه الفهم، عليها دخان ملتزق بها كهيئه الفهم. الفهر ده الحيوان الفهر يعني. عليها دخان ملتزق بها، ثم اصعد الدخان وخلق منه السماوات وأمسك الفهر في موضعها. يعني هل السماء اللي انخلقت من الأرض ولا الأرض اللي انخلقت من السماء، ولا كل واحدة خلقت لوحدها؟ أنت عندك الآيات القرآنية ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فعشان كده بيقول لك هذا الكلام مش جايب من دماغ، بيقول لك يعني الأرض خلقت أولا
وبعدين تصاعد منها الدخان فخلق منه السماء، ثم دحيت الأرض بعد ذلك. يبقى إيه؟ خلقت الأرض أولاً، فتصاعد منها الدخان فخلقت السماء، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، ثم دحيت الأرض. بدي الترتيب اللي بيجيبه مش تخريف، ولكن من الآيات الإيه؟ لأن ما حدش يقدر يصل لهذا. ثم إن الله قال أولم يرى الأوجب من آية التالت أولم يرى الذين كفروا. سبحان الله، يعني معناه إن المسلمين هيخيبوا بعد الإسلام بفترة، هيخيبوا ويتخلفوا ويتأخروا، واللي هيكتشف عجائب الله في كونه الكفرة مش المسلمين. عشان كده أولم يرى الذين كفروا، لأن دي النظرية الفيزيائية اللي بيقولوا عليها الانفجار الكوني الكبير، ووصلوا فعلا في العلم الحديث في أوروبا إن فيزيائيا السماء والأرض كانت شيء واحد، فحصل انفجار كوني عظيم فانفصلت السماء عن الأرض. القرآن ما قالش كده، القرآن قال أكبر، لأن الانفجار ما يطلعش حاجة من الظلمة يا جماعة. هل الانفجار أو التفجير يطلع حاجة من الظلمة؟ أبدا. ولكن القرآن سمع ولم يرى الذين كفروا سبحانه، فهم اللي اكتشفوا مش المسلمين أن السماوات والأرض كانتا رقا أي ملتصقتين كشيء واحد ففتقناهما. شوف فتقناهما يعني فصلنا بينهم، بس فالانفصال يؤدي الانضباط لكن الانفجار ما يؤديش إيه. فتعبير القرآن تعبير يعني معجز، ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. فالزمخشري عينه على الآيات دي كلها وقال لك والأرض بعد ذلك دحاها، وقال لك بعد هما كانوا شيء واحد، ثم انفصلت السماء على هيئة دخان عن الأرض، ثم دحيت الإيه؟ دحيت الأرض فلا تناقض. وعن الحسن خلق الله الأرض في موضع بيت المقدس كهيئة الفهر عليها دخان ملتزق بها، ثم أصعد الدخان الفهر له ظهر كده يعني أملس وله ظهر. انت لما تدخل على جوجل وتكتب الفهر هتلاقي الصوره بتاعها بس املس. وعن الحسن خلق الله الارض في موضع بيت المقدس كهيئه الفهر عليها دخان ملتزق بها، ثم اصعد الدخان وخلق منه السماوات وامسك الفهر في موضعها وبسط منها الارض فذلك قوله كانت رتقا وهو الالتزاق. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.